طبعا بعد ما تحررت مناطقنا أنا كانت هناك فرحة كبيرة في قلبي بصراحة، لكن عدم رجوعي هو الأسباب كما يلي. أول شيء بيتي راح، كل اللي كنت أملك من 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 تعب عمري راح فجأة، ورجوعي للموصل أنا كمسيحية بصراحة بعد ماكو رجوع للمسيحيين حتى أرجع أنا، ولا كنيستي رجعت، ولا رئيس نقول الطائفة اللي يتبعنا رجع. فمو دخول داعش ولا عصابات داعش اللي أوقفت شيء في حياتي ولا عطلت مساري في الحياة، بقيت مستمرة في مجال عمل الإنساني ونشاطي هذا الإنساني أيضا، وكانت أرقام هواتفي دائما مفتوحة أمام جميع الأخوة العراقيين. كنت أزور المخيمات وأزور القاعات اللي تسكن فيها بعض العوائل النازحة بكل الأديان والقوميات والأطياف. أنا رئيسة منظمة، وهذه المنظمة نعمل بها كادر من المتطوعين الأخوة من أهل الموصل أيضاً، ومن أيضاً شاركوا وساهموا بعض الأخوة من بعض الزميلات من بغداد. فإحنا دا نعمل، أنا رئيسة منظمة ثمرة العطاء للتنمية والإعلام الحر. هذه المنظمة فتحت من أجل النازحين ومن أجل الفقراء لأكون بجانبهم. طبعا هذا العمل هو عمل إنساني، قدمت كثير من المساعدات خصوصا للأخوة الأيتام والفقراء والأرامل، قمت بخدمة آلاف من العوائل خصوصا النازحين منذ عام 2014 ولغاية هذه اللحظة، وهناك كان عندي دورات تثقيفية وتوعية لبعض الشباب. فأنا كنت ألتقي دائما بأعداد كبيرة من الشابات والشباب للتوعية، يعني تطوير أفكارهم وإبعادهم عن الفساد وعن شغلات الكمبيوتر وعن شغلات الفيسبوك. اليوم احنا لازم يكون السلام بالنسبة للنازح أينما كان. صح، هو من ترك منطقته ترك بلده ترك كل ما كان يملك وأصبح في منطقة أخرى، فإحنا اليوم لازم يكون عندنا تشجيع للشباب والشابات أيضا حتى لا يفقدون الأمل وحتى يبقى السلام والمحبة في داخلهم معشش. قال عن المرأة هي نصف المجتمع، أما المرأة العراقية فكانت مميزة في مواقفها، اعتبرها أن المجتمع تقريبا بأكمله. لماذا؟ لأن المرأة اليوم أشوفها هي طبيبة وهي محامية وهي حقوقية وهي صحفية وهي إعلامية وهي رئيسة منظمة. نمنع أول شيء بالمحبة نزرعها ما فيما بيننا نحن العراقيين، تكاتف الطائفي ليكون طائفية بيننا، نكون إحنا كل العراقيين بصورة عامة من الشمال للجنوب يد واحدة. طبعا لو كان المستقبل إن شاء الله باتحاد من في كل الأطياف المتواجدة في العراق وكل القوميات والأديان، لو كان تكاتف، لو كان عمل بجدية، سوف يكون العراق بسلام.